هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم، يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. قد توقع شارون المغرور، هو الذي يقول رئيس الأركان، أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ. برنامج صانع الحدث يعود إليكم في موسمه الجديد في شهادة هي الأولى من نوعها عن حرب أكتوبر 1973 وتفاصيل مشاركة الجيش الجزائري بجانب إخوانه العرب ضد الاحتلال الإسرائيلي مع اللواء المتقاعد بالجيش الوطني الشعبي محمد شيباني. احنا الجزائريين كنا نساعد بدون مقابل، هلا مبدأ بالتجربة الجزائرية، مبدأ واحد اللي تحقر ما يقبلش الحقرة. الإسرائيليين في سيناء وفي الجولان كانوا حاسبين روحهم ما كانش اللي يقدر يزعزعهم. الحلقة الأولى تأتيكم سهرة هذا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً.